السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم جيت نوريكم الجديد ديال التكيشطات. الناس اللي بغاو يكريو التكيشطات في هذا الصيف، العراسات والمناسبات، جا الجديد وقلت اجي، علاش لا ما نجيش نوريكم الجديد ديالنا اليوم. وها انتم معايا، شوفوا لي هاد التكيشطه كيف دايره. شوفوا لي اللوين، فيغ رويال، اخضر ملكي صراحه، غزال بزاف كيحمق. شوفوا لي كيفاش الطرزه، شوفوا الطرزه كيفاش دايره، تنبات، شوفوا التنبات كلها بالحجر، غزاله كتحمق صراحه. واخا هكا التصوير ما عطيهاش حقها. ها انتوما كنحاول نقرب لكم باش تشوفوا معايا. ها انتوما صراحه انا بعدا حمقاتني، شفتوا معايا اللوينات. بالنسبه للعريسات الى هكا عندها مهير ديالها ديال الحنه، بغات تفرح براسها، تجي تكري تكيشيطه تحضر بيها. بالنسبه للعريسات اللي يلا اول مره غيمشيو للعراسات، بغات شي تكيشيطه ديالها تحضر بيها وتقول راه ديالي، يعني تكيشطات بحال اللي ديالك، ماشي ديال الكيبان وديال الكرا، تكيشطات وجداد وشي حاجه جديده اللي ديال هاد الوقيته. وحنا كنعرفوا تبارك الله الصيف راه عامر بالمناسبات، سرتو هاد الشهرين ان شاء الله القادمه اكيد المناسبات غادي تكون ان شاء الله. ومرحبا بكم، واتمنى مناسبه. اللي بغات العنوان غنخلي لكم التليفون لتحت ان شاء الله، اتصلوا. ورا ديك الساعات اللي اتصلت راه نسيت لها لوكاليزاسيون في الواتساب. ومرحبا بكم. وها انتوما كتشوفوا معايا تكيشيطه، صراحه انا بعدا حمقتني. هاد اللوين غزال 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 والله العظيم. الا ملي غادي تجيو غادي تقيسوها غادي تعجبكم اكثر، لان التصوير واخا هكاك ما عطاهاش الحق ديالها، ولكن راه فن. شوف كلها مطرزه، كلها منبته، وما كتجيش ثقيله في اللبسه ديالها، خفيفه كتكوني اليز، ما كتحسيش براسك راكي من الدبا ولا كتلبسيها وانتي عادي، يعني ما كتحسيش براسك متثقله بشي حاجه. ها انتوما شوفوا الطيزات ديالها عامره، شوفوا الظهير ديالها حتى هو راه عامر. هانتوما يا البنات شوفوا لي النوار، شوفوا لي الكحل كيفاش داير. شوفوا يا اختي صراحه النوار هو سيد الالوان، كيبان واعر. شوفوا لي كيفاش مخدوم والخدمه كيفاش منبته، كل هاد النبات ودخلوا فيها هذاك الاحمر. شوف هذاك الوغوش كيفاش جا، صراحه كتبان كتحمق صراحه. النوار لا يعلى عليه. شوف شوفوا لي التنبات كيفاش داير، شوفوا لي الحجيرات مع الوغوج، كتبان واعره كتحمق صراحه. شوفوا لي ثاني الاخوه يا اختي الاخوه، خفيفه حتى هي كذلك، واخا تبان لكم هكا الخياطه عامره خفيفه، كتمشي بها على راحتك ما كتديرونجيك ما حتى شي حاجه. هانتوما القفيطين ديالها تحت، حتى هو راه مطرز وكذلك راه منبت. هانتوما باش نوريكم، هانتوما فيها الافتحات طالعين صراحه والله. الا لبسه ديال النخوه لبسيها وسيري ليا لشي مناسبه كلشي يبقى يشوف فيك. والله العظيم الا غزاله البنات صدقوني. شوف شوف النخوة بعينيها، شوف لي التنبات كلها كلها كتلمع، كلها كتلمع صراحة. النخ هي البيسة ديال الحضور، البيسة اللي كتحمر الوجه، تحضري بها وانتي راسك مرفوع صراحة والله إلا كتحمق. هانتوما طريزات في الجنبات خفيفة، ما كتعذبك لا في المشي لا في عادي، تمشي بها تشطحي بها عادي. شوف
شوفوا لي التنبات وشوفوا لي الخدمه كيفاش متكونه صراحه غزاله. كما قلت لكم التصوير ما كيعطينيش الحق ديال اللبسات وديال الالوان، ولكن تنقرب لكم الصوره باش اموان تكون عندكم واحد الصوره بداك كيفاش دايره اللبسه. شفتوا معايا؟ انا متاكده باللي غادي تعجبكم ان شاء الله، غزاله 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 كتحمق. وندوزو اللبسه المواليه. شوفوا معايا اللبين لا موطار فيغ سيترون، معرفتش هاد اللبين كيفاش نقول لكم في التصوير صراحة معطاش تاني الحق ديالو. هذا فحال شكل فيغ سيترون زوين غزالة غزالة غزالة، النبسة كلها شوفوا معايا داخل فيها هاد اللبين فيغ رويال. شوفوا القفيطين ديالها كلو هو كلو حتى هو مطروز منبس. أنا غنرجع باش تشوفوا معايا هو كله. شوفوا الطرز التنباس صراحة من أخويا لبسات نسيكم في لبسة صراحة، اللبسات كيهضروا على راسهم بلا ما كيحتاجنيش نبقى نهضر ليكم، راكم كتشوفوها هما كنوريكم على عينيكم كنقرب ليكم، راه ما كاين لا فلتر لا والو. ها انتوما كتشوفوا شوفوا معايا التنباس صراحه تهضر على راسها ما نحتاجش نهضر عليها. ها انتوما كلها مطرزه كلها منبسه، داكشي ديال القفيطين ديالها كذلك انتوما كتشوفوا كله مطرز ومنبس كلها هابطه بالعقيق. ها هو كله هذا راه حجيرات رقيق هنا وهنا كلها صراحه لبسه. القفيطين ديالها كذلك راه انتوما كتشوفوا هنايا راه محلوله كلها محلوله هاد الصيفات. شوف اللبسة صراحة غزالة، وحدة كتنسيكم في الاخرى صراحة. انا كلهم عجبوني، اللبسة اللي قيستها كنقول هادي واعرة، اللبسة اللي قيستها كنقول هادي واعرة. كيحمقو كيحمقو البنات والله يسا كيحمقو صراحة. الغيار ديالها كذلك منبس، لبسات ما عندي ما نقول فيهم، وكتكون هذه هي اخر لبسه ليا صراحه. نتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله ننتظروا اكيد الجديد، مازال كاين الجديد مازال كاين شي حاجه احسن ان شاء الله. واي حاجه البنات مرحبا بكم، ما تبخلوش اتصلوا جيو شوفوا بعينيكم قيسوا، ديك الساعات غتشوفوا السلعه وغتشوفوا التكشطات كيفاش دايرين. المهم راه ما كندير لكم لا فلتر لا والو باش يبقى داكشي مقرب لكم باش تشوفوا الطبيعه، ما تندير لكم لا دواء ولا حتى شي حاجه. ها هو راه كيف ما شفتوهم في الفيديو كيف ما غير اللوينات اللي ما تيطلعوش ليا كيف ما هما. صراحه نتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وما تبخلوش عليا بالجيمات ديالكم باش نزيد ان شاء الله نشارك معكم الجديد في التكشطات وفي الجلبات. ولو بغيتو حتى القفيطنات ان شاء الله راه غادي ندير لكم فيديو خاص بالقفيطنات حتى هما، راه كاينين قفيطنات غزالين داكشي ديال المناسبات بحال هكا شي اسبوع شي عراده هكا شي حاجه خفيفه شي خطبه كاينين قفيطنات زوينين. المهم الا بغيتوهم خليو لي في لي كومونتير ان شاء الله وغنشاركهم معكم حتى هما، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله ومع الجديد. باي باي عليكم.